بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستمر مع الصفحة رقم 123. 123 la page 123. الصفحة رقم كما نقول 123. la page 123. الصفحة رقم 123. en haut de la page في أعلى الصفحة عندنا l'aventure d'un arbre. L'aventure d'un arbre. إذن سنستمر مع هذه القصة. إذن مغامرة شجرة. إذن كما نرى عندنا ce petit texte. On a ce petit texte. عندنا هذا النص الصغير. Je lis. أنا أقرأ. Je lis. سنغاب لير. إذن عندنا هذا النص الصغير. Au bord du chemin. Un camion jaune passe devant l'arbre. Le camion rejette de la fumée. Un camion jaune passe devant l'arbre. Le camion rejette de la fumée. Le cèdre inquiet se met à courir. Il dit à Brahim et aux animaux. Impossible de vivre ici. La pollution m'étouffe. L'homme ne respecte plus rien. Au bord du chemin, à la tariq, un camion jaune passe devant l'arbre. إذن شاحنة صفراء تمر devant l'arbre. Un camion jaune passe devant l'arbre. إذن نتكلم عن شاحنة صفراء passe devant l'arbre. تمر أمام الشجرة. Devant يعني أمام. إذن un camion jaune passe devant l'arbre. إذن نتكلم عن شاحنة صفراء تمر أمام الشجرة. لا derrière وراء devant أمام. مديش الصورة ركن جاية قدامة ودزت في الصورة. الكاميرا كان جاية قدامة ورجع مراها فاتها. إذن هو داز من قدامة. إذن un camion jaune passe devant l'arbre. شاحنة صفراء تمر أمام الشجرة. Le camion rejette de la fumée. فين هو لافيمي؟ سوغ ليماج هو لافيمي. ها فوالا لافيمي. الدخان. شنو المقصود بفعل روجوتي؟ شنو المقصود به؟ يستنشقه. انه رمى. بحال تنقولو جوتي يعني رمى. روجوتي قريبه ليها. لو كاميو روجيت دو لافيمي. اذا الشاحنه ترمي من الدخان. لو سادر انكي سمي أكوغيغ. إذن شجرة الأرز قلقة. سمي أكوغيغ بدأت في الجري. طب عندنا هنا لوفيرب سوميتر. ماتر يعني أنه وضع. لوفيرب ماتر المقصود به وضع. لوفيرب سوميتر كما نقول أنه وضع نفسه. هنا عندنا سوميتر متبوعة بفعل. كما نقول أنه يأتي كمساعد. تيجي من بعد منه فعل آخر. سمي أكوغير باش يفيد لنا واحد المعنى اللي هو بعد آفي أخذ في. هنا إذا قلت مثلا جو مومي أكخي يعني أنا بدأت في الصراخ. المقصود بها أنني بدأت في الصراخ. جو مومي أكخي. إذن هنا عندنا لو سيد انكي. إذن عندنا الشجرة. عندنا شجرة الأرز قلقة. سمي أكوغيغ بدأت في الجري. عقل على هاد سميت أ قبل من فعل آخر. المقصود بها بدأ في. سمي أكوغيغ بدأت في الجري. الحمد لله. إلدي إبراهيم. إذن شجرة الأرز تقول لإبراهيم. إلدي إبراهيم إي أوزانيمو. ثم تقول للحيوانات impossible de vivre ici. مستحيل أعيش هنا. impossible de vivre ici. La pollution m'étouffe. La pollution يعني التلوث. تلوث الهواء، تلوث الأرض، تلوث المياه. إذا نتكلم على la pollution. La pollution m'étouffe. C'est le verbe
إتوفي. شنو إتوفي؟ يعني أنك تتخنق. إذن هنا كما نقول التلوث يخنقني. التلوث يخنقني يعني أنه لا يدعني أتنفس. لا بوليسيون ميتوف. التلوث يخنقني. ثم لام نو ريسبكت بلو ريان. لام نو ريسبكت بلو ريان. الإنسان لم يعد يحترم شيئا. الإنسان لم يعد يحترم شيئا. المقصود أن الإنسان هو الذي اخترع هذه الشاحنة والسيارات والمداخين التي تخرج الدخان فلوت طبعا البيئة. كما واحد أن الشجرة بعدما تحركت من مكانها وخرجت من الغابة بدأت تعاني. ها؟ إذن كما قلنا وبغض الشماء أن كاميو جون باس دوغون لابا لو كاميو رجات دولا فيمي هو السادران كي يسمي أكوهير إذن أبراهيم إذنيمو impossible de vivre ici. La police m'étouffe. L'homme ne respecte plus rien. À suivre les متابعه. يعني المقصود ان القصه ستستكمل في الفقرات القادمه. يعني ان القصه لم تكتمل بعد. À suivre les متابعه. شنو الفعل؟ suivre. سنرى suivre يعني فعل تابعه. ثم عندنا je retiens استنبط او استخلص. comme nous le voyons on a 4 images. pour chaque image on a son nom. Pour chaque image, on a au-dessous son nom. Et dans quel sera un dana? Isma. Pour chaque image, on a son nom. La première image, qu'est-ce que c'est? Jean. Qu'est-ce que c'est? Jean. Yani? Jean Asfar. Asfar. Jean Asfar. Après, on a la deuxième image. Qu'en représente-t-elle? Elle rejette de la fumée. Ah, la deuxième image représente la phrase suivante, elle rejette de la fumée. Sur la dernière, tu mets-il elle jume la moelle, elle rejette de la fumée. Il y a terminé à Dohan. Il y a terminé à Dohan. C'est la sière. Elle rejette de la fumée. Il y a terminé à Dohan. Nous passons à la troisième image. Que représente-t-elle? Le chemin. Le chemin. La troisième image représente le chemin. C'est quoi le chemin? Tariq. Tariq. Mais si la route. طريق الواسع نتكلم هنا على الشومان طريق صغير يسمى الشومان بي ابري اون لو نيميرو 1 اون 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 تيرمينو افيك كومبيتونس ثم نستكمل مع كومبيتونس كومبيتونس المقصود بها قدرات كومبيتونس المقصود بها القدرات اذا عندنا هنا على فان دو سيت سومان يعني في نهايه هذا الاسبوع اللي غنبداوه مثلا الا كنا في القسم tu seras capable, انت ستكون قادر, d'utiliser des expressions pour comparer. انك ستكون قادر على استعمال des expressions, على استعمال عبارات, اذا les expressions مقصود العبارات, pour comparer, من اجل المقارنة. La comparaison مقصود بها? La comparaison? Moi. La comparaison المقصود بها المقارنة. اذا هنا عندنا الفعل comparer. comparer انك تتقارن. تتقول هذه كبر من هذه, هذه حسن من هذه. اذا À la fin de cette semaine, في نهاية الأسبوع, tu seras capable, أنت ستكون قادر, أو أنت ستكونين قادرة, تقال بنفس الصيغة, d'utiliser des expressions pour comparer. على استعمال, عندنا de utiliser, على استعمال, des expressions عبارات, pour comparer, من أجل المقارنة. ثم أنك ستكون قادر على ماذا? De lire les sons, أنت ستكون قادر على قراءة الأصوات, je et un et un de lire les sons je et un i n t'active آخر الكلمة تعطي الصوت a de lire les sons je et un les mots et les phrases les contenants ثم الكلمات والجمل les contenants المحتوية عليها المحتوية على هاد je ثم un ثم ستكون قادر على ماذا ديما ترجعون هاد الجملة الأولى على فان دو سيت سومي تي سوغا كابابل في نهاية الأسبوع أنت ستكون قادر ثم نقطتين ثم قادر على واحد مجموعة أشياء كما نرى نشير لبعض الأسهم ستكون قادر ديكخير كوريكتومو لسون إتيدي إذا ستكون قادر على ماذا؟ على الكتابة بشكل صحيح لسون إتيدي أصوات المدروسة تنتكلم على الصوت ما تنتكلموش على الحرف بأنه حرف جي تنتكلم على صوتنا لسون عندي إذا الجمع لسون تنتكلم على الصوت ثم على الصوت إذا d'écrire correctement les sons étudiés. أنت ستكون
قادر على الكتابة بشكل صحيح. كتابة ماذا؟ الأصوات المدروسة. نتكلم عن الصوتين مثلا في حالتنا. ثم d'agir pour maintenir la propreté de ton quartier et de ton environnement et de ton environnement. Et donc d'agir, c'est d'agir, c'est agir. Le verbe agir, le verbe agir, c'est quoi de lui? Le verbe agir, hein? Agir, il est très agir, il est très dire si chose. T'kellem ou t'aqom bchi fiel. Et donc t'kellem le verbe agir. Et donc هنا à la fin de cette semaine, في نهاية الأسبوع تسوها كابابل. أنت ستكون قادر ماذا؟ داجير. داجير باش تحرك. بوغ مانتونيغ من أجل الإبقاء. مانتونيغ من أجل الإبقاء أو المحافظة على. لا بروبرتي. شنو لا بروبرتي؟ تنقولها شي حاجة بأنها بروبر. شنو هي بروبر؟ بروبر يعني نقي. نقية. طيب. إذا لا بروبرتي النظافة. بروبر المقصود به نظيف. بروبرتي المقصود به النظافة. إذن باش تحافظ لا بروبرتي تخلي لا بروبرتي باش تخلي فواحد المستوى لا بروبرتي يعني النظافه. نظافة ماذا؟ دو طون كارتي دو طون كارتي اي دو طون انفيرونمون اي دو طون انفيرونمون. نتكلم عن نظافه حيك ونظافه بيئتك. اذا في نهايه الاسبوع انك ستكون قادر على الحركه على الفعل من اجل الابقاء واحد مستوى نظافة حيك ونظافة بيئتك. كيفاش قلنا على la fin de cette semaine tu seras capable d'agir pour maintenir la propreté de ton quartier et de ton environnement. À la fin de cette semaine tu seras capable d'agir pour maintenir la propreté de ton quartier et de ton environnement. إذن في نهاية الأسبوع أنت ستكون قادر على الحركة على الفعل على المشاركة إلى آخره من أجل المحافظة على نظافة حيك ونظافة بيئتك. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.